فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. هناك عديد من التهابات الأذن، هناك التهابات للأذن الخارجية والتهابات للأذن الوسطى والتهابات في الأذن الداخلية. بالنسبة للأذن الخارجية، أكثر التهابات موجودة عندنا هو التهابات الأذن الخارجية نتيجة دخول جسم غريب في الأذن، أو وجود شمع بكميات كبيرة جدا في الأذن الخارجية، أو نتيجة التهابات جلدية في الأذن. ينصح بعدم استعمال أعواد الأذان لتنظيف الأذن، لأن هذه العادة عادة سيئة جدا، ومن أكثر الأشياء التي تسبب تكرار هذه المشكلة باستمرار. الأذن من الأشياء أو من الأجهزة التي تنظف نفسها بنفسها، فينصح عدم استخدام أعواد الأذان على الإطلاق. عند وجود كميات كبيرة من الشمع في الأذن، ينصح بوضع القليل من زيت الزيتون أو من المذيبات للشمع، ثم مراجعة الطبيب، وذلك لاستخراج هذا الشمع. كذلك ينصح بعدم دخول كميات كبيرة من الماء أثناء الاستحمام أو استعمال المسابح لعدم تكرار الالتهابات في الأذن. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.